سرعنا الحب والألفة جانينا هنا مارب هنا هنا مارب هنا مارب بنيناها عمرنا هنا جيشك وامنك يا وطننا هنا رايه يمانية رافعنا هنا الجمهورية فيها اجتمعنا هنا مارب هنا هنا مارب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هنا مأرب، هنا العلم والتعليم، هنا التعليم العالي، هنا العلا والمعالي، هنا جامعة إقليم سبأ. هذه الحلقة وضعت خصيصا لهذه الجامعة، تعالوا وأنتم نشوف أيش الكلية التي فيها وطلابها ودكاترتها. بسم الله. هنا مأرب هنا مأرب أمان الله لقينا السلام عليكم. كيف الحال؟ الله يسلمك، كيف حالك؟ حياك الله. انت طالب هنا؟ نعم. مستوى كم؟ مستوى ثاني. ما شاء الله. طيب كم لك؟ قلت لي مستوى ثاني. ايش متخصص؟ إدارة عامة. ما شاء الله. نعم. ما رأيك في جامعة سبأ؟ والله جامعة سبأ يعني تمام، يعني رغم الظروف والأحداث وهذا إلا أن هي يعني من الجامعات الممتازات في اليمن. يعني انت من وين؟ انا من صنعاء خولة، محمد عبد الواسع حمي. حياك الله. الله يحييك. كم لك في مأرب؟ قديم من 2015 يعني بداية الحرب. وش جابك مأرب؟ والله جابني الحوثي هذا. مضايقات الحوثي. نعم بزبط. نعم. ومن ضايق الحوثي جاء في مأرب. جاء في مأرب، الأمن والأمان والاستقرار في مأرب. والعلم. يعني والعلم. الله يكبر. يعني منبع كل شيء. الله أكبر. الله. أشكرك. شكرا الله. جزيلا. الله. يلا إحنا نفعل في ماش دايمًا نبدأ. الحين مثلاً أين الكلية؟ ها؟ الكلية. سرعنا الحب والألفة جانينا. وهو بنوه من جديد ولا يعني كانت كل ابن أول فقط؟ يعني كانت يعني مسقرة، والآن يعني جامعة إقليم سبأ تحتوي جميع الطلاب، يعني نزحوا من الجوف من كل مكان إلى جامعة مأرب. ما شاء الله. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ الحمد لله. وأنتم دكاترة ولا طلاب؟ طلاب ومعين نفس الوقت. نعم. لا موظفين. موظفين. ودرست أنت في أي تخصص؟ علوم سياسية. ما شاء الله. هانا أول كل علوم سياسية. أول مرة هي عادة فتحها. يعني حتى كل التخصصات اللي كنا ما كانش موجودة هانا فتحت. علوم سياسية، وإن شاء الله العام القادم علم اجتماع. ما شاء الله. والأخ؟ علوم حاسوب. ما شاء الله. مستوى رابع. مستوى رابع. يعني أنت هانا من أول من قبل كم؟ من 2016. ومن وين؟ من حجة. وش جابك مأرب؟ الحرب يعني قاتل هؤلاء الناس الذي انقلبوا على الدولة وعلى الشرعية وعلى النظام والقانون والدستور. وهنا أيضا العلم ما هو من ضروري. العلم يعني وسيلة من وسائل بناء الدولة وبناء. نعم. مستمر. طيب متى فتحت الجامعة؟ في 2019 هكذا. كانت من أول كلية فقط؟ من أول كانت كلية تابعة لجامعة صنعاء. أه. وبعد ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية في 2016 نهاية 2016 تكون جامعة إقليم سبأ. ما شاء الله. وأغلبية الطلاب الجمهورية موجودين هنا في جامعة إقليم سبأ، ربما أكثر من 12,000 طالب. ما شاء الله. قاعدين شين قابل مع الطلاب نلقاهم يعني. الأغلبية الطلاب تواجدين هنا الآن. يلا بسم الله. تعالوا مشاهدة الكرام، أنا وأنتم تعرف على الطلاب أكثر وفي تخصصات أكثر. نشكرك على الزيارة، أشرفتنا وتحفت جامعة إقليم سبأ. شكرا لك. شكرا لكم. نورت الجامعة. الله يطول عليكم. يا من الله. كيف وجدت الجامعة؟ والله ممتاز.
أنت من وين؟ من صنعاء. وش جابك مارب؟ القدر. القدر؟ القدر. يعني هنا علم ودراسة أفضل ما يكون هنا. أيوة. يعني هناك جهل وظل واستبداد أكثر ما يعني درسك الأفكار الخاضة والغلط. إحنا هنا جينا يعني في تحسن في العلم هنا. بدل ما يدرسك حق الكهنوتي والإمامية، إحنا هنا أفضل. ها أنا الجمهوري أنا والحرية أنا الجمهوري وأنا الحرية وأنا بنبذل الغالي والنفيس. الله أكبر. الله يعينكم، موفقين إن شاء الله. يعني أنا وقدنا الحرية وقدنا الديمقراطية وقدنا الأمن والأمان. الله. من كم بلاد الميليشيات طفر وفقر. الله. ما منها فائدة ولا أخرى. لحظة لحظة لا أدري إيش صلينا خلينا نتكلم معك. أنت عرف عليك. سعدون القاسمي. سعدون. أيوة. سعدون القاسمي من وين؟ أنا من تعز. حياك الله. حياك الله. كم لك في مأرب؟ لي من 2014. ما شاء الله. وكيف وجدت مارب؟ والله الحمد لله تمام، احسن ما يكون. مارب يعني كفلتنا احنا واستقبلتنا احنا بكل ما يمكن، لا حزبيه لا مناطقيه لا طائفيه لا عنصريه، انا احسن شيء. والله ونعم. تخصصك ايش؟ انا ادرس علوم سياسيه. ما شاء الله. والعلوم السياسيه عدت حوادث سنه صح؟ ايه ان شاء الله. الله يوفقك. امين امين وياكم. يلا في امان الله. محمد المزقاجي من الحديده. ما شاء الله. حيا بابناء تهامه. الله يحييك. طيب ها مستوى كم أنت؟ مستوى ثاني إدارة عامة. ما شاء الله. كيف وجدت مأرب؟ والله مأرب ملجأ للنازحين، ملجأ لجميع اليمنيين. السؤال هذا يمكن أن تسأله لثلاثة مليون نازح وأكثر، فكلهم سيجيبون عليك بأنهم وجدوا الملجأ، وجدوا المكان الذي يناسب جميع اليمنيين. هنا العدالة، هنا محاربة الكهنوت، هنا تنطلق الجمهورية، هنا تنطلق شرارة الثورة. مأرب بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون المزدهر، ستكون المنطلق لتحرير جميع الجمهورية من الكهنوت الحوثي، من ميليشيات الكهنوت الظلامية التي طغت على اليمن، طغت على جميع أنحاء الجمهورية شمالا وجنوبا. بإذن الله. موفق إن شاء الله. جميع إن شاء الله. الله يحفظك. الله عليك. ها كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. عرفنا عليك. يونس النشمي من محافظة إب. حياك الله. الله يحييك. يعني شوفوا من كل المحافظات قد لقيناه، من محافظة الحديدة، من حجة. شوفها في مأرب كل المحافظات ما شاء الله، يعني لمت اليمن كامل في محافظة واحدة. تجمعت أيدي سبع إلى جامعات إقليم سبع. نعم كلهم. يعني من أول كان يقال تفرقت أيدي. لا في عنصرية ولا في طائفية ولا في حزبية، يعني يعيش الكل بسلام وأمان ورخاء، ما في أي مشاكل يعني الحمد لله. ما شاء الله. مستوى كم أنت؟ مستوى أول شريعة وقانون. ما شاء الله. يا دوباين ها؟ الشريعة والقانون لهم سمات معينة. طيب كيف وجدت أنت الجامعة؟ تمام ما شاء الله، أسلوبهم تمام، ويعني بالنسبة كانت مأرب يعني مثل القرية الآن تشوفها ما شاء الله، ازدهرت وتوسعت وأصبحت الجامعات والمدارس وأصبحت يعني معقل كل اليمنيين، من وحدة وأمان وأمن، والحمد لله يعني ربي أنعم علينا بنعم كثيرة في هذه المحافظة. الحمد لله. الحمد لله. شكرا لكل من له الفضل بعد الله في 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 ازدهار مأرب. شكرا لهم. شكرا. يلا. شكرا لكم. حفظك الله. طيب ها باقي معنا الأخ، كيف حالك؟ السلام عليكم. الله يحفظك. عرفنا عليك. هيجح إن شاء الله. حياك الله. من وين؟ صنعاء. حياك الله. الله يحفظك. وأنت تدرس أيش؟ إدارة عامة مستوى ثاني. ما شاء الله. أيوه كيف وجدت الجامعة؟ والله الجامعة ممتازة جدا، احتوت الطلاب من جميع المحافظات، فيها كادر ممتاز والتعليم أفضل بكثير. تعرفت على ناس كثير في مأرب. بالضبط، يعني مأرب في كنا في صنعاء يعني في منطقة واحدة محصورة ما نعرف حد، بس جينا في مأرب تعرفنا على يعني مديريات أو يعني مثلا في حقك التخصص من أغلب المحافظات. جدا نعم. أيوه من كل محافظة. من كل المحافظات. نعم. ما شاء الله. هنيئا لكم، والله يعينكم. آمين إن شاء الله. يوفقكم. توفيق الله. يلا في أمان الله. ها باقي معنا الأخ، كيف حالك؟ الله يعافيك. عرفنا عليك. أنا بلال حسن علي عزيز. حياك الله بلال عزيز. إعلام مستوى رابع. ما شاء الله، قدك مخلص. مخلص يعني. وش تخصص؟ إذاعة وتلفزيون ولا؟ علاقات عامة. علاقات عامة نفس ما درستنا. ما شاء الله. أحسن لك العلاقات العامة. أحسن. بعد تدخل ما شتيت. إن شاء الله. طيب وكيف وجدت الإعلام هنا في إقليم؟ والله وجدنا العلم أولاً والتعليم في إقليم سبا، يعني برغم أنها جامعة ناشئة وحديثة التأسيس، إلا أنها جامعة يعني انطلقت انطلاقة كبيرة، وجدنا فيها بغيتنا في العلم والتعليم. ما شاء الله موفقين. أما الجامعة فهي كوكتيل جمهوري أو مأرب. كوكتيل جمهوري حوت كل أبناء اليمن الأحرار. ما شاء الله. لأن مأرب سماءها تمطر حرية غير المحافظات الأخرى. صحيح. وهي منطلق إن شاء الله وأمل الشعب اليمني في تحرير اليمن من الكهنوت. بإذن الله. شوف ما أجمل أن واحد يلقى واحد إعلامي خلاص يضيعك. واصل يعني إن شاء الله طموحك بعد ما تكمل الجامعة. وش ايش تعمل؟ والله انا طموحي من اول ما دخلت جامعه اقليم سبا انني اختم هذا الوطن. اها. وان
أجعل ما درسته أطبقه في أرض الواقع في خدمة اليمن وفي الشعب اليمني بإذن الله. بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يوفقك. والإعلام هو صوت اليمن ولا بد أن احنا نكون صوتها الجميع إن شاء الله، ونقول الصورة الحسنة لليمن وبالأخص مأرب هذا الذي حوتنا بعد أن ضرطنا أو ضيقنا من قبل الميليشيات الحوثية في بلادنا وفي مناطقنا. أصبحت بلادنا لا تساوي شيء، لكن مأرب أصبحت قلوبنا ومأوى أفئدة اليمنيين بالكامل، ونواة اليمن الاتحادية، ونواة اليمن الاتحادية، ونواة اليمن الجمهورية، وهي يمن الحرية والازدهار. ومن مأرب نرى مستقبل اليمن إن شاء الله أنه زاهر بإذن الله عجل الله بالفرج وننتصر وتحرر كل المناطق بإذن الله الحوثي إلى زوال إن شاء الله، لأنه ما بني على باطل فهو باطل، وهم فاقدين وفاقد الشيء لا يعطي، فهم يحكمون بالحديد والنار، والشعب اليمني ينأى بهذا الحكم. الشعب اليمني يريد حكم مثل ما مأرب الآن أصبحت مزدهرة، يعيش في حرية، في أمن وأمان، في مارس كل ما تريده في حرية وأمن وأمان، وأنت محمي ولك بحق القانون. صحيح. والشعب اليمني أصبح بتوجه إلى هذا الحكم وإلى هذه الدولة الاتحادية العادلة الذي لا تظلم أحد ولا تأخذ حقوق أحد ولا تتكلم إلا بإذن من سيد أو من غيره. نعم، شكرا لك، حفظك الله. هنا لفت انتباهي طالب هنا أيضا مقعد ويدرس ما شاء الله. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. حياك الله. وأنت بتدرس مستوى كم؟ مستوى ثاني ITC. ما شاء الله. وكيف كان يعني الأصل خلاص قدك قد جهدك قدك في البيت ولا مستمر في الكفاح؟ إن شاء الله في الكفاح، ونعود للقبهات ونقوم إن شاء الله بخير، وندرس ونكافح في هذه الحياة بشتى المجالات. أنت أصبت ولا؟ أيوة في الجبهة قبل يعني في 2017. شفاك الله وعافاك. في الفرضة. ومستمر في علاج طبيعي ولا؟ مستمر في علاج طبيعي وفي تحسن وفي عمل وبادر اننا نقوم، يعني في الحركه موجوده وكل شيء ان شاء الله. في حركه ادرس يعني تحتاج الى تدريب، اعاده تاهيل وتدريب علاج طبيعي، ووقت يعني ضغط في النخاع الشوكي ياخذ 5 سنوات 6 سنوات وتعود يعني. واستغليت وقت الاسلوب في الدراسه، استغل في الدراسه وفي الكفاح في كل شيء. ليش تخصصت في اللي قلت التخصص حقك؟ تخصصت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يعني هذا هو القسم اللي هوايتك في هذا المجال من اول؟ القسم اللي يخص في التطور والتقدم، يعني في التكنولوجيا هذا شيء اساسي ويعني قسم العصر. وكيف عندما تنقل يوميا ما مش كيف في حركتك يعني؟ والله يعني نمارس العلاج الطبيعي يوميا، يعني بهذه بتمشي على طول؟ هذه قد من سكنك لهنا يوميا، من سكن وترجع للبيت نرجع على طول تخدم احنا هذه الأرض. الله يوفقك. امين. ويعينك. امين. وكما شيء همه ما تنتنيش عند اي حد اي عوائق ان شاء الله. صحيح صحيح، الهمه والعزيمه والاراده يعني. بس الله يوفقك. آمين. باذن الله اشوفك من المميزين في اليمن باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا نواصل. بسم الله. السلام عليكم. السلام. يا حياكم الله استاذ محمد، اهلا وسهلا. حياكم الله، تشرفنا. اهلا وسهلا بكم في جامعه اقليم سبا. اهلا وسهلا. يا حياكم الله. معنا برنامج بنا مأرب اليوم الحلقه عن جامعه اقليم سبا. ما شاء الله. وانت هنا بتدرس فيها؟ احنا من تاسيس الجامعه. ما شاء الله. احنا من مؤسسينها. اي نعم. يا حياكم. طيب ممكن تدينا كلمتين عن يعني هدية للبرنامج؟ أولا نرحب بكم ونرحب بالجمهور الكريم في هذا الشهر الكريم، وحقيقة يعني أنه الجامعة اليوم أصبحت جامعة منافسة ولها سمعتها، وأصبحت جامعة مهفل للأفئدة والناس وصرح للعلم، الذي يتشرف كثير من طالبين العلم أن يكون من طلاب هذه الجامعة الرائدة. أولا ليس لأننا يعني فيها ونعمل فيها وكل شيء، لكن على اعتبار أنه الواقع يتكلم والمخرجات تتحدث عن نفسها. اليوم ما شاء الله من ناحية البنية التحتية الجامعة كما ترى يعني بنية لا نقول أنها متكاملة، ولكن تؤدي الوظيفة المطلوبة منها، وعلى أساس أنه الطموح سيكتمل إن شاء الله سبحانه وتعالى ببناء الجامعة في الأرضية الجديدة للجامعة بمساحات أكبر وبكليات مفصلة. بدأنا نشتغل السور يعني، أو اشتغلنا في
فيما مضى جزء من السور، لكن المشروع متعثر قليلا. إن شاء الله سيلقى النور بإذن الله عن قريب بهمة الجميع إن شاء الله، وتعاون السلطة المحلية ما شاء الله مثلا بالسلطان بالشيخ سلطان. فنقول الجامعة اليوم فيها من طلاب البكالوريوس ما يزيد عن 13,000 طالب وطالبة، فيها من طلاب الدراسات العليا يعني دفعتين في بعض الأقسام، ماجستير من طلاب الماجستير. على أمل إن شاء الله سبحانه وتعالى عن قريب إن شاء الله نفتح برنامج الدكتوراه الخطى حثيثة، لأن نفتح أو بمعنى أصح نحن نفتح بين فترة وفترة أقسام جديدة في الكليات. العام الحالي تم افتتاح قسم العلوم السياسية في، وتم وقريب إن شاء الله أو تجهز الآن وثائق برامج أخرى وجديدة أيضا، منها قسم الاجتماع في كلية الآداب، ومعنا أقسام أخرى في كلية العلوم الإدارية، ومعنا يعني في توسع في على مستوى الكليات وتوسع أيضا في مستوى البرامج إن شاء الله سبحانه وتعالى. سيكون الطموح أن نصل إلى جامعة متكاملة في كل التخصص. الجامعة كما تلحظ اليوم تمشي بخطى ثابتة، على الرغم من ما يتم فيها أحيانا من ضغط على هذه المدينة من محاولة العدو إلى أن يكتحم، لكن العملية التعليمية تمضي مستمرة ولا يمكن أن تتوقف، لأنها تعتبر مؤشر بقاء المجتمع أو الحاضنة، أو أنها يعني مؤشر للنزوح لا سمح الله. والحمد لله الناس في سكينة، والطلاب لديهم وتيرة عالية للتعليم وعندهم اهتمام غير عادي. أنت تلاحظ لي حتى أني أنا قبل ما أجدك يعني قبل شوية وأنا أقول سبحان الله، يعني هذا الازدحام هذا بهذا الكثافة، والطلاب عندهم رغبة، والذي بيتناقشوا في الأبحاث، والذي بيناقشوا في بعض التفاصيل اليومية للدراسة والمحاضرات، والهذا يوحي بأن هذا مجتمع شغوف، مجتمع مطلع للوضع آخر غير الوضع الذي فرضت علينا الحرب اللي مفروضة علينا من الميليشيا الحوثية هذه، وهذا من شتى المحافظات، كل المحافظات يعني إن لم يكن يعني كلها فباستثناء محافظة سقطرى للبعد، ولا كل الطلاب موجودين هنا. نعم كل محافظات الجمهورية. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم، الله يكتب أجركم على هذا الصرح، وإن شاء الله يقدرنا الله عز وجل إلى أن نبذل المزيد والأفضل والأفضل إن شاء الله. إن شاء الله حفظك الله، حياكم الله، شكرا لكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. انت طالبة هنا؟ طالبة اعلى مستوى رابع. ما شاء الله. كيف وجدت الجامعة تقديم سبعة؟ والله الجامعة ما لها شيء، ممتازة الحمد لله، كل شيء فيها متوفر، حتى الدكاترة ما شاء الله عليهم. قبلك كان في مارب؟ قلت لنا هذه السنة الخامسة. وايش اللي جابكم مارب طيب؟ اكيد الحوثي. اها. يعني وهنا وجدتوا الحرية؟ هنا وجدنا الامان، الحرية والسلام، وجدنا في مارب كل شيء. ما شاء الله. يعني حبينا مارب حتى أكثر من بلادنا. الله المستعان. والله. وبلادنا إحنا نحبها. بلادنا نحبها أكيد، بس بعد ما تتحرر إن شاء الله نحبها أكثر. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب زميلة هذاش ممكن يشاركي؟ كيف حالك؟ الحمد لله تمام. وأنت تدرسي؟ أدرس مستوى رابع معهم إذاعة التلفزيون. نعم. ما شاء الله. نعم. طيب أنت إذاعة التلفزيون المفروض يلا. يعني. عاد إحنا شوية. طيب. نعم. أنت أيضا من وين؟ احنا نزحنا من صنعاء، بس المحافظة الأساسية ريمة. وأيضاً نزحنا نعم بسبب بسبب هناك عدم الأمان، الحوثي وطارد. نعم. لحظة تكمل. طيب انت من اول ما سرحت الجامعة صح؟ لا مقاصصة هنا. تكلمين هسه عاد احسن تمام. انا هنا في مأرب. اكمل معها وبعدها مع الاخت وبعدها مش انا في مأرب قد لي هذه السنة الرابعة تقريبا، بس يعني مقاصصة. يعني دخلت اول ما جيتي دراسة على طول؟ نعم. يعني مأرب رغم الحرب، رغم الحرب الحوثية كل ويحاولوا إلا أنها يعني هي المعنى الحقيقي للدولة وللأمان للديمقراطية الحرية. جامعة إقليم سبع حقيقة حوت يعني الطلاب، فيها المعاملة اللطيفة من الدكاترة، تفهم كل شيء صدق ما شاء الله، ما لا نكر فضلهم أبدا. موفقات موفقات. آمين. طيب الأخت السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. وأنت إعلام مستوى رابع؟ أيوه. دعوة تلفزيون. ومن وين؟ محافظة ريمة، بس النزوح من صنعاء. من صنعاء. نفس الجو كله من مضايقات ميليشيا. مضايقات الحوثي.
كيف وجدتي الإعلام هنا في هذه الجامعة؟ رغم الحرب ورغم الظروف لا الحمد لله، يعني في أمل إن إحنا يعني درسنا وتخرجنا إن شاء الله. كم الدفعة حقكم؟ طلاب حوالي يعني اللي يحضروا حوالي 35 من غير البقية 70 طالب. 70 طبعا قبل أشهر إعلامنا جمهوري أول دفعة. أول دفعة أيوة في مارب. أول دفعة كانت 62 يمكن. 62 طالب أيوة. ما شاء الله. موفقات. إن شاء الله وإياكم بإذن الله. طبعا الأخت من صعدة صح؟ أيوة أكيد. أنتي من صعدة. من معقل هذا من مكان الحوثي من بلاد الحوثي. الله المستعان. ان شاء الله اني صعدة تتحرر منه. لا سيطر عليه الحوثي وليس بلاد الحوثي. نعم فانما هو دخيل. ايوه اي أيوة والله اليمن كلها بلادنا، فاما الحوثي جاء يعني اخذ اليمن غصبا عن الشعب اليمني. فان شاء الله سوف تتحرر البلاد مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعوبات، فهناك رجال جمهوريون سوف يحرروا هذا البلاد، وكل واحد إن شاء الله يرجع إلى بلده منتصر بإذن الله. بإذن الله. والرحمة للشهداء والمعافى للجرحى إن شاء الله بإذن الله. الله يرحمهم ويشافي جرحانا حفظكم الله. أيوة. ما رسالتك لأبناء صعدة؟ رسالتي إن شاء الله رمضان القادم وإحنا عندهم إن شاء الله إن هي تتحرر. الله يسمع منك. إن شاء الله نحن نوصل لبيتنا الذي أخذوها الحوثيين. الله يأخذهم. الله المستعان. بيعوضكم الله وبننتصر عليه. إن شاء الله. يلا موفقات لنا آخر في أمان الله. هنا مارب هنا هنا مارب هنا مارب هنا هنا مارب. الله هيا كيف حالك؟ هذا قابلنا معه في برنامج هم الأنوف وعادوا خرج من السجن واليوم جدنا في الجامعة. كيف حالك؟ حياك الله. عرف المشاهدين عليك مرة ثانية. اسمي العزيز يحيى محمد يحيى السريحي، معتقل سابق أو مختطف سابق في سجون ميليشيات الحوثي. والآن دخلت أول ما خرجت من السجن على طول جيت تدرس. نعم انتقلنا من الظلمات إلى النور. الله. ها نحن اليوم في جامعة إقليم سبأ. وبالأمس كنا في معتقلات وسجون ميليشيات الحوثي، وكأن احنا خرجنا من الظلمات إلى النور، حيث الأماكن التي يتواجد فيها الحوثي ما هي إلا ظلمة. وهنا وجدت النور. نعم على مستوى التعليم ها نحن اليوم في الجامعة مأرب النور والحوثي الظلام. أكيد أكيد. طيب كيف وجدت أنت جامعة إقليم سبأ؟ والله جامعة إقليم سبأ كل يوم في تطور، ونشكر كل من يساهم في هذا العمل، كما نشكر رئيس الجامعة والدكاترة والعمداء الكليات في هذه الجامعة، وكما أن هذه الجامعة كل يوم بتحسن إلى الأفضل. عندما لو نجي نشوف الجامعة قبل 5 سنين يعني ونقارنها اليوم فهي أفضل بكثير من نعم. الماضي. إذن شكرا لك، لفت انتباهي وعلى طول عرفتك من برنامج شمال الأنوف في أمان. كيف حالك؟ الحمد لله. وانت مستوى كم؟ مستوى اول اعلام. ما شاء الله. وش دخلك الاعلام؟ دخلنا لانني سمعت سيئ الحوثيين يقول بان خطر الصحفيين اخطر من المقاتلين في الجبهات. فانا دخلت الاعلام عن رغبه لكي اقاتل ميليشيات الحوثي بقلمي ورسائلي التي اريد ان اوجهها الى ميليشيات الحوثي الذي قامت بالانقلاب على هذا الوطن، الذي نهبت مقدرات الوطن وقامت بتدمير البنيه التحتيه، وباذن الله سنعيد لليمن بهجته وسروره وندخل الفرحه على منازل اليمنيين كلهم، الذي ادخلت الظلام والميليشيات الحوثي الظلام الى هذه البيوت والدمار والحزن. والحزن ما لا تجد بيتا ولا منزلا في اليمن الا ودخلت عليه الحزن، ولا بيتا الا ودخلت عليه جريح او شهيد أو معتقل. فبإذن الله سيتحرر اليمن من جديد ويعود البهجة والسرور إلى أبناء هذا الشعب الذين لم يعرفوا خلال هذه الفترة إلا الحزن والظلام من ميليشية الحوثي. بإذن الله ما شاء الله. إذن إعلامي أنا إعلامي من الدرس الأول من أولها وفق إن شاء الله. إن شاء الله أشوفك مذيع متألق بإذن الله. إن شاء الله. وهذا ما نريد الوصول إليه بإذن الله. إن شاء الله. طيب أنت من وين؟ من ريمة. من ريمة. واللي جابك مضايقات الحوثي يعني. نعم.
الله المستعان. كيف وجدت مأرب بشكل عام؟ مأرب هي قلعة الصمود وموطن الأحرار، فمنذ وجودنا هنا وجدنا بأننا في متنفس، في حرية، في وطن بمعنى الكلمة. فبإذن الله تكون مأرب هي استعادة الجمهورية وقلعة العرب والإسلام بشمولها بإذن الله. بإذن الله. ومنها منطلق للتحرر كل اليمن. ومنها منطلق للتحرير بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا. وأنت تدرس هنا؟ نعم. أي تخصص؟ مستوى رابع دار عامة. ما شاء الله. أنت هنا من قبل كم؟ أنا هنا من تاريخ 2000 أواخر 2015 أو بداية 2016. من وين؟ من محافظة حجة. حياك الله. وجيت بسبب مضايقة الحوثيين؟ أكيد جينا هنا من أجل الدولة، من أجل شرف الجمهورية، من أجل الحرية، من أجل ديننا وكرامتنا، مثل أي واحد في مأرب. هذا السبب هو اللي عانى لوجودنا في مأرب، مضايقة الحوثيين. وجدنا أن في مأرب بداية أولى أو نواة أولى في استعادة الجمهورية التي سلبت منا. الله. استعادت دولتنا التي أخذها الحوثي بالجبروت بالقوة. ذهبنا إلى مأرب، هنا إخواننا، هنا قيادتنا، هنا حاضنة الجمهورية، منطلق دولة، نعيد دولة ونبني دولة من هنا. طيب التخصص حقك كم معك زملاء دفعتك؟ دفعتي ما يقارب 80 إلى 70 إلى 90 طالب. ما شاء الله. من شتى المحافظات؟ من شتى المحافظات. تعرفت على ناس كثير في مأرب؟ أكيد تعرفنا على وجوه، تعرفنا على أشخاص، تعرفنا على أشياء، وكسبنا مهارات وكسبنا معلومات ما أقدر أحصيها لك في هذا الوقت. أشكرك وشكرا لأبناء حجة كلهم، ولو ما يكفيكم إلا الشهيد رحمة الله عبد الغني شعلة. الله يرحمه. حفظكم الله جميعا يا أبناء حجة. شكرا لك. في أمان الله. السلام عليكم. الحمد لله. وأنت مستوى كم؟ مستوى رابع. ما شاء الله. من أي محافظة؟ من محافظة الضالع. ما شاء الله. قلت لكم اليمن كلها هنا، كل المحافظات هنا. وش جابك من الضالع إلى هنا؟ نحن جئنا من الضالع بعد معارك خضناها مع ميليشيات الحوثي، واستشهد من اسرتي 7 ومنهم الشهيد البطل اصيله الدودحي. الله يرحمها. وايضا القريحه المعاقه نصيره بعد خاضت معركه كبيره مع الحوثي وقتلت 6 من الحوثي، وبعد ذلك دخلوا وفجروا منازلنا واعتدوا على بيوتنا، وما قدمته الشهيده يعني يكون نموذج لكل رجال ونساء اليمن. اي والله الله يرحمها. انا اشهد انها تسوى مليون رجال. الله يرحمها. كلنا شاهدنا بطولتها. نعم رحمه الله. ايوه نعم. نحن خرجنا لمقاتله ميليشيات الحوثي لا ايماننا بانها مشروع تدمير وخراب، ونراقب اعمالهم ذو خروجهم من صعده تفجير ودمار، ويحملون شعار الموت دائما، ونحن لا والعالم يحتاج الى سلام ولا يحتاج الى حرب. ونزحنا الى قلعه الصمود مأرب، وسلطان الخير رجل الامن والتنميه استقبلنا وكان من اوائل المستقبلين الذين يستقبلونا جزاه الله خير. وجدنا الامن، وجدنا الاستقرار في مأرب، وجدنا وجود الجيش الوطني والامن احراس الامن والبواسط حفظهم الله. وهنا وايضا لدينا مجموعه من الشهداء من اقاربنا ايضا هنا دفاعا عن مأرب. اتينا من حافظة الضالع نقاتل هنا في مأرب، لان مأرب كسرت كل المشاريع الضيقه، كسرت كل الميليشيات اينما وجدت. هنا مأرب هي الصمود، هنا مأرب هي الاستقرار والامن. وحفظكم الله وشكرا جزيلا. حفظك الله. ما شاء الله عليك. الله يحفظك. التخصص حقك كم انتم طلاب؟ مننا 19 طالب. من محافظات عديدة ولا؟ لا من كل المحافظات، هندسة نفط وأومية، من كل المحافظات. هندسة نفط؟ نعم. موجود هنا هندسة نفط؟ نعم. ما شاء الله. قلت لكم كل التخصصات موجودة في جامعة إقليم سبا. الله يوفقكم وإن شاء الله ينفع الله بكم البلاد. إن شاء الله. إن شاء الله ينفع بنا البلاد، ونكون نخرج الوطن من ما هو فيه، ونوعي الشباب حول مش من ما أتى قلنا أنا ابن رسول الله، أنا ابن كذا يعني، ويأتينا باسم الدين ويلعب على قولنا. نحن اليمنيين، نحن أصحاب الحضارة، نحن أصحاب البلد، ومن قال حقي غلب. هذه هي أرضنا ونحن من حرثناها واستقبلناهم عندما أتوا من فارس. أجدادنا استقبلوهم ونزلوهم البيوت وأعطوهم الأموال، والآن يريدوا أن يخرجونا في أرجلهم ونحن أدخلناهم في أجدادنا. لكن هيهات، ولن نقبل فيهم أبدا أبدا أبدا، ولو بقي شبر فقط في مأرب سنقاتل فيه. الله أكبر. ونعم 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 ونعم. الله يحفظك. مشكور أيها الدودحي. الله يحفظك. وتحية تحية لهذه الأسرة. أسأل الله أن يوفقكم في أمان الله. هنا أيضا صاحبنا مركزنا شوان الحميري. ها كيف حالك؟ حياك الله أخي زكريا. أنت هنا تدرس ولا تدرس؟ أدرس مستوى رابع. أيوة. أيش؟ تخصص إعلام علاقات عامة. كيف وجدت جامعة إقليم سبا؟ جامعة إقليم سبا هي نموذج للجامعات اليمنية في الوقت الحاضر، بل تعتبر الجامعة الأولى في الوقت الحاضر على مستوى اليمن، لذلك تعدت حتى جامعة صنعاء.
أكثر من 15,000 طالب. ما شاء الله. وكم لك أنت في مأرب؟ أنا لي من عام 2015 من بداية الحرب غادرت مباشرة بسبب مضايقة الحوثي. بسبب مضايقة الحوثي وجدت أننا في سجن كبير، رغم أنه كان ما بش حاجة، لكن وجدت أننا في سجن كبير عندما يأتوا أطفال ويتحدثون باسم الوطن، هم لا يعرفون الوطن شيء ولا يحفظون النشيد الوطني. الله المستعان، وفق إن شاء الله، شرفنا بك، الله يفتح عليك يا زكريا. هنا نتعرف عليك. الاسم معاهد دعقيم من محافظة حجة، أدرس في كلية الشريعة والقانون مستوى رابع. ما شاء الله. كم زملائك في الشريعة والقانون؟ زملاء الشريعة تقريبا هذه الدفعة ما يقارب 80 إلى 90. ما شاء الله. طالب وطالبة. ما شاء الله. ودخلنا في هذا التخصص من أجل أن الحوثيين يقومون بإصدار أحكام على الناس، على المعتقلين، على الصحفيين، على الإعلاميين، على الخطباء، على العلماء، يعني بدون أي مسوغ قانوني. والمحامين هناك يعني لا يستطيع أن يتكلم أو أن يدافع، رغم أن القانون كفل للمتهم أن يدافع عن نفسه وأن يصطحب محامي وأن يطلع على أسباب القبض وعلى أسباب الاحتجاز وعلى أسباب الاختطاف، لكن الحوثيين يحتجزون الناس بدون حتى أي محاكمة، وإذا حكموا يحكموا بدون محامي وبدون أي مسوغ قانوني، ويقومون بإصدار أحكام الإعدام وتنفيذها أمام العالم وأمام المرأة ومسمع من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التي تدعي بالإنسانية، رغم أنها يعني تقع جرائم يعني ما تخطر في بال المسلم أو الإنسان. يعني دخلت التخصص هذا لأجل توعي الشعب بالقانون. نعم. ما شاء الله. إذا هنا كل واحد معه هدف في دخوله أي تخصص. نتحرك إلى هناك. يلا بسم الله. التقينا هنا مع أحد من دخل الإعلام بسبب الشهيد عبد الله. بسبب الشهيد عبد الله القادري الذي كان له دور بارز في مجال الإعلام. رحمة الله على القادري ورحمة الله على كل الشهداء. ثانيا كلمة السيء حسين الحوثي عندما قال أن فئة الإعلاميين أكثر خطرا على هذا البلد من فئة المقاتلين. شو على البلد على يومهم؟ ولا ما الإعلام هو أيوة. هو يصف البلد إنه حاكم للبلد إنه سيطر وإنه خطوه خلاص إيران بسطت نفوذها. لذلك دخلنا الإعلام من هذا المجال فشفنا الشهيد رحمة الله عليه، وإذا انتهى الإعلام الأول والثاني شهداء من بيخلفهم؟ الله لذلك مستحق. نحن من سنقوم في الدور القادم إن شاء الله. الله يوفقك. حفظك الله. الله يستعلم. تعرف عليك؟ مبين أبو عسر طالب في قسم الإعلام من جمهورية خبانستان. جمهورية خبانستان؟ أيوه. طالب في قسم الإعلام علاقات عامة مستوى رابع. على وشك التخرج يعني ما شاء الله في هذا العام ان شاء الله الدفعة الثانية ان شاء الله موفق بإذن الله. طيب وكيف وجدت انت الجامعة؟ والله وجدنا الجامعة يعني هي يعني وجودها كان في وقت حساس، يعني كان اصبحت الملاذ لآلاف الطلاب، حاليا يتواجدوا اكثر من 15,000 طالب وطالبة من جميع محافظات الجمهورية، يعني اصبحت هذا الجامعة يعني حتى أن هناك طلاب يأتون للدراسة من تحت مناطق سيطرة الحوثي إلى هنا، ليس نحن الذي نزحنا هنا، هذا الجامعة أصبحت يعني جامعة تحتوي كل أبناء الوطن، وبإذن الله خلال السنوات القليلة القادمة ستكون جامعة رائدة في اليمن، وبإذن الله ستكون تتطور في كل عام، وفي كل عام يفتتح تخصص جديد. العام الماضي تم افتتاح تخصص الطب، يعني كلية الطب والعلوم السياسية. على فكرة كنت اشتي ادخل علوم سياسية، دحين شكلي برجع درع. ولو قد كملت رابع ادخل علوم سياسية، لانه السياسة مهمة في الحياة. صحيح. في حياة مشكلتنا يعني كانت ان هناك جهل في السياسة من جميع ابناء الشعب، كانت هناك نخبة او طبقة لا صحيح انهم ساسة ولكن لم يكونوا عند المسؤوليه. اذا الشباب انتم دوركم. هذه ضرس. هذا ضرس. ايوه يعني هذا ضرس العقل. عاد انا بدأ العقل. يلا اللي لاعب سلاح يقول انه مخزن. لا مخزن في رمضان. شفاك الله. كيف حالك؟ الحمد لله. انت كيف؟ الله يحفظك. مستوى كم؟ مستوى اول شريعه وقانون. ما شاء الله. كم لك في مأرب؟ قال لنا من نهاية 2018 يعني. كيف وجدت مأرب وجامعة مأرب؟ والله وجدنا مأرب يعني من أحلى المحافظات في الجمهورية اليمنية، يعني لا وجدنا مضايقات لا من أهلها، وجدنا ترحيب وسعة والحمد لله، يعني إن شاء الله بتكون هذه منبع استعادة الدولة إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا. نذهب إلى رئيس الجامعة يضرعنا أكثر عن الجامعة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا. بسم الله. هنا مأرب هنا هنا
هنا مارب. التقينا بالدكتور محمد حمود نعمان القدسي رئيس جامعة إقليم سبأ. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حياكم الله. نشيد نطلع للمشاهدين، إحنا معنا برنامج هنا مأرب، صورنا الجامعة والطلاب. نشيد نطلع للمشاهدين على بداية تأسيس الجامعة والإقبال الشديد هذا من جميع المحافظات. ضعنا في الصورة جامعة إقليم سبأ منذ التأسيس إلى اليوم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. قناة سهيل دائما معنا في جامعة إقليم سبأ في مناشطنا المختلفة، فأهلا وسهلا بكم. أما بالنسبة للجامعة فهي النواة الأولى كانت كلية التربية والآداب والعلوم. هذه الكلية نشأت في عام 2006 ككلية تتبع جامعة صنعاء، وحينها انطلقت في 2006 ب 15 قسم علمي واستمرت إلى 2016. جاءت الأحداث الأخيرة هذه وتوقفت الكلية 2013-2014-2015 إلى 2016. نحن في تاريخ 11-8 بدقة 11-8-2016 بالتنسيق مع السلطة المحلية وتوجيهات الأخ اللواء سلطان العرادة محافظ المحافظة. الحقيقة نحن نعتبره في جامعة إقليم سبأ أنه رائد التعليم العالي في مأرب. فتشكلت لجنة من مجموعة من الأكاديميين ومن السلطة المحلية، ومعنا الوكيل الدكتور عبد الرب مفتاح، وجئنا وفتحنا الكلية. وجئنا في الكلية كان حينها فقط من 15 القسم الذي فتحت فيها الكلية في 2006، لم يتبقى فقط إلا 7 أقسام فقط، تلك الأقسام التي كانت فيها طلاب في 2016. المهم بدأنا نفتح الكلية بميزانية يعني كانت محدودة من السلطة المحلية وتمويل السلطة المحلية. بدأنا ووقفنا على المعالجات للسنوات الثلاثة التي كانت قد توقفت فيها الكلية. وبعدها بثلاثة أشهر من دخول الكلية صدر قرار رئيس الجمهورية في 16/11/2016 بإنشاء جامعة إقليم سبأ، ودخلنا في مرحلة جديدة هي مرحلة إنشاء الجامعة. وتحولت الكلية من كلية إلى جامعة، وحينها اتخذنا قرار بفتح كليتين بالإضافة إلى كلية التربية والآداب والعلوم. وفتحت الجامعة في 2016-2017 كأول دفعة تقبل طلبة بثلاث كليات، كانت كلية التربية والآداب والعلوم وكلية العلوم الإدارية والمالية وكلية الشريعة والقانون. وقبلنا في أول سنة عدد طلاب 1659 طالب وطالبة. لم نكن نتوقع أن يأتي هذا العدد الكبير من الطلاب، لكن يعني كان بالفعل عدد مفاجئ لنا. وانطلقت الجامعة في أول عام لها في 2016-2017 ب 1659 طالب وطالبة، بالإضافة إلى عدد الطلبة الذين كانوا مقيدين في أقسام كلية التربية والآداب والعلوم السنوات السابقة 1102 طالب وطالبة. هذه كانت البداية الأولى للجامعة. السلطة المحلية حقيقة بقيادة الأخ سلطان العرادة محافظ المحافظة دعم الجامعة بميزانية من السلطة المحلية لمدة 3 أشهر تقريبا، 8 و9 و10 و11. ثم جاء اعتماد الجامعة مالي تقريبا ب 153 مليون. مشينا على هذه الميزانية 2017 كامل كان لدينا 2800 طالب تقريبا 2800 طالب، ومشت الجامعة. ونفذنا في 2016-2017 3 فصول دراسية، فصل تعويضي للطلبة السابقين وفصلين دراسيين، ثم استقرت الدراسة من 2017-2018. هذه بداية الجامعة مرحلة التأسيس. ما شاء الله، اليوم قدم قرابة 15,000. كيف يعني استطعت أن توفر أو تستقطب دكاترة وطاقم لتدريس هؤلاء الطلاب جميعا؟ البنية التحتية التي كانت للجامعة لما دخلنا الكلية كانت البنية التحتية للجامعة عبارة عن 17 قاعة فقط. الحقيقة الأخ المحافظ المحافظة له دور كبير في معنا في الجامعة. اعتمدت ميزانية للجامعة في 2017، ميزانية مستقلة للجامعة في 2017، وبدأنا التوظيف حينها في 2017. وكنا نعاني حقيقة
لم يكن هناك ثقة لدى الأستاذ الجامعي في أن يتقدم للجامعة باعتبار أنها جامعة ناشئة وفي ظروف حرب ومشكلات أمنية كانت واسمه هناك يعني نعم بعضهم يجي وظيفتهم عاديه في الجامعة وفي ناس عندهم مرتبطين بمصالحهم في مناطق سيطرة الحوثي نعم ولذلك عانينا حقيقة في 2017 ووظفنا حينها 44 دكتور ما شاء الله و15 و9 معيدين وسوينا وضع 7 دكاترة من جامعة صنعاء و15 معيد من جامعة صنعاء وانطلقت الجامعة حقيقة في 2017-2018 باعتماد الموازنة من قبل الدكتور أحمد بن دغر أحمد عبيد بن دغر حينها كان رئيس الوزراء نعم أريد أن أنقلك من 2017 إلى اليوم الجامعة الجامعة اليوم تضم 7 كليات ما شاء الله نحن بدأنا بكلية واحدة اليوم نحن في 2021-2022 قادمين في العام القادم بعد 3 أشهر على 22-23 نتوقع الطاقة الاستيعابية 2022-2023 17,000 طالب ما شاء الله اليوم عدد الطلاب في الجامعة 15,000 طالب للعام الجامعي 2021-2022 7 كليات في الجامعة بما فيها كلية الطب الطب هذا العام قبلنا الدفعة الثانية من الطب عدد الطلبة عندنا في كلية الطب 240 طالب ما شاء الله الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء مشكورا اعتمد ميزانية إضافية للجامعة في 2020 بموجب هذه الميزانية صار عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اليوم 242 عضو هيئة التدريس من أعضاء التدريس أعضاء التدريس والهيئة المساعدة يعني 132 دكتور والبقية ماجستير 31 ماجستير و 75 معيد ما شاء الله أيضا صار عدد الموظفين في الجامعة المثبتين في الجامعة 196 موظف من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية والخدمين بمعنى أوضح نعم. دخلنا الجامعة وليس فيها موظفا إداريا واحدا الله الله كان فيها 5 موظفين إداريين مبتعثين من مكتب التربية اليوم عدد الموظفين الأكاديمي الإداريين في الجامعة 196 موظف إداري ما شاء الله دخلنا وفي الجامعة كان محسوب على الكلية 38 دكتور بينما المداوم منهم 6 فقط هنا والبقية للأسف تابعناهم للحضور فاعتذروا عن الحضور اليوم عندنا 132 دكتور و 31 مدرس اللي هو من حملة الماجستير و 75 من حملة البكالوريوس عدد الطلبة اليوم كما قلت لك 15,000 طالب عدد الأقسام العلمية في الجامعة اليوم 32 قسم علمي عدد الكليات كما قلت لك سابقا 7 كليات ما فيها كلية الطب وتكنولوجيا المعلومة وعلوم الحاسوب العلوم السياسية هذا قسم يتبع كلية الآداب كلية التربية والآداب والعلوم كانت هي في الأصل 3 كليات هذا العام فصلنا كلية وهي كلية الآداب وأسميناها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بقى معنا كلية التربية والعلوم إن شاء الله في حينها هي ضمن الخطة الجامعة تسير وفق خطة استراتيجية وقد بدأنا بالخطة الاستراتيجية من عام 21 هي الخطة الاستراتيجية الجامعة 21-25 لنا فيها مشاريع تقريبا 57 مشروع ما شاء الله نأمل أن نكون في نهاية الاستراتيجية لدينا تقريبا 11 كلية إن شاء الله. من الكليات التي نطمح أن نفتحها في جامعة إقليم سبأ وبالقريب إن شاء الله كلية التعدين وقد سبق الإعلان عن هذه الكلية في الحفل الثالث تقريبا في الذكرى الثالثة من تأسيس الجامعة بحضور الوزير حسين بسلامة كان حينها وزير التعليم العالي أعلنا أننا سنفتح كلية التعدين هي الآن في الدراسات النهائية إن شاء الله لفتح كلية التعدين وكلية الزراعة إن شاء الله على كل نحن نطمح أن يكون لنا 11 كلية إن شاء الله في نهاية 25 نتوقع أن يكون عدد الطاقة الاستيعابية لطلابنا في عام 2025 20,000 طالب طبعا هذا الضغط الكبير نحن اليوم في المناطق المحررة تعد جامعة إقليم سبأ من حيث عدد الطلبة فيها ثالث جامعة نعم بينما هناك جامعة نشأت قبلنا بسنوات كثيرة لم تصل إلى هذا العدد صحيح من عدد الطلاب جامعة عدن الجامعة الأولى في المناطق المحررة من حيث عدد السكان تقريبا 36,000 طالب جامعة تعز بعدها ثم في المرتبة الثالثة من حيث عدد الطلبة يعني من حيث عدد الطلبة هي جامعة إقليم سبأ ثم بقية الجامعات التي هي في حضرموت وفي أبين وفي لحج وفي شبوة
فهذا الضغط الكبير على جامعة إقليم سبأ، لأننا تحملنا واستوعبنا أبناءنا الطلبة الذين هربوا من مضايقة ميليشية الحوثي في مناطق سيطرة الحوثي، يعني شكلت لهم جامعة إقليم سبأ محضنا علميا وتربويا، ولذلك يعني استقبلنا هذا العدد الكبير في خلال 5 سنوات، أن يصل عدد الطلبة في خلال 5 سنوات في الجامعة إلى 15,000 طالب، يعتبر يعني رقم كبير جدا. أيضا دراسة العليا أنا بنشوف هذا شيء طيب، ماجستير، وقد سمعت بعضهم أنكم تطمحون أيضا لفتح دكتوراه إن شاء الله. طبعا نريد أن أؤكد هنا إلى أن طلبة جامعة إقليم سبأ ليس فقط من محافظة إقليم سبأ أو من المحافظة التي نزح منها أبنائنا، ولكن من كل محافظات الجمهورية. نعم. عندنا طلبة من سوق قطرة، وعندنا طلبة من المهرة ومن الحضرموت ومن صعدة ومن لاحق ومن أبين ومن كل محافظة الجمهورية بدون استثناء، وللذي يريد أن يتأكد يمر على إرشيف. قد نزلنا ميدانيا وهكذا بدون تنسيق، يعني طلابهم حوشي من أي محافظة أنت، هذا من تعز، هذا من الضالع، هذا صحيح. فوفقكم الله. نحن أيضا في 2018 أنشأنا أو بدأنا بالدراسة العليا، وبدأنا حينها بأربعة أقسام، اليوم 6 أقسام بالدراسة العليا. ويعني أنتم تلاحظون يعني بين الفينة والأخرى نناقش طلبة، كان بالأمس أحد طلبة قسم اللغة العربية يناقشونا في جامعة إقليم سبأ من طلبة الماجستير. نحن نلتزم بقوانين التعليم العالي ولوائحه السارية في الجمهورية اليمنية. اللوائح سمحت لنا بفتح الماجستير في أقسام علمية، هذه الأقسام العلمية التي كانت قد فتحت في 2006، من ضمنها قسم اللغة العربية وقسم القرآن ومناهج وطرق تدريس وقسم الرياضيات وقسم الحاسوب وأصول التربية، وأيضا البرنامج التربوي هذا والعلوم التربوية أو القسم التربوي. هذه 6 أو 7 برامج في الدراسة العليا. لدينا طلبة في الدراسة العليا تقريبا 359 طالب ما شاء الله. نحن لنا طموح حقيقة أن تفتح في هذه البرامج التي قد سبق وأن يعني تخرج منها طلبة في الماجستير، يسمح لنا قوانين التعليم العالي أن نفتح فيها الدكتوراه. نحن اليوم نفكر وبجد يعني بطريقة جادة أن نفتح برامج الماجستير في الكليات التي نشأت في 2016-2017، باعتبار الفترة القانونية المحددة في اللائحة الآن من تخريج 3 دفع من البرنامج. يشترط القانون الدراسة العليا أن يتخرج من البرنامج 3 دفع في البكالوريوس، ثم نفتح فيها برنامج الماجستير. الأقسام التي فتحت في 2016-2017 نستطيع في العام القادم إن شاء الله، وهي في خطتنا وسيعلن عنها في حينها إن شاء الله، أن نفتح برامج ماجستير أيضا، ثم نفتح برامج الدكتوراه بإذن الله تعالى إن شاء الله. موفقين. في ظل مضايقات الحوثي لكثير من الدكاترة هناك في مناطق سيطرتهم، هل في خطة لاستقطاب بالذات النوابغ منهم والكادر اللي يشتغلوا معكم؟ حقيقة نحن قلت لك اعتمدت لنا ميزانيتين للجامعة منذ التأسيس. ميزانية في 2017 وظفنا في حينها 44 دكتور من الذين نزحوا لي هنا، يعني دكاترة ليس لهم علاقة بجامعة يمنية خالصة. نحن أيضا يعني حريصين على أن لا يكون هناك ازدواج وظيفي، لأنه جامعة إقليم سبأ في الجمهورية اليمنية وجامعة صنعاء هي أم الجامعات اليمنية أيضا، صحيح. هي جزء من الجمهورية اليمنية وجامعة ذمار وجامعة إب. نحن حريصين أننا نستفيد من زملائنا الأعضاء التدريس من جامعة صنعاء وجامعة ذمار، ولدينا أساتذة من جامعة ذمار ومن جامعة صنعاء يعملون معنا هنا في جامعة إقليم سبأ في الدراسة لطلبة الدراسة العليا، نستقطبهم بعقود. لكن من نوظف؟ يعني تقصد يحصل ازدواج يعني؟ حتى لا يحدث ازدواج، نحن حريصين ألا نوظفهم وظائف ثابتة هنا، يحرص على بقاء وظيفته هناك ويأخذ معنا عقد مؤقت. نأخذ عقد مؤقت حتى تتحرر، نستفيد من خبراتهم وعلمهم، وفي الأخير عاصمة الجمهورية اليمنية ستعود إلى الدولة من جديد، وسنعود نحن جميعا وسيعود اليمنيين جميعا إلى عاصمتهم إن شاء الله، ويكون ذلك قريب إن شاء الله تعالى بإذن الله. من حيث البنية التحتية، أنا قلت سابقا أننا كنا 17 قاعة فقط، اليوم في جامعة إقليم سبأ 62 قاعة دراسية، نستوعب هذا العدد. المعامل أيضا اهتممنا بها،
سواء كانت معامل الفيزياء والكيمياء والعلوم الحياة والجيولوجيا والحاسوب. صحيح هناك بعض القصور، لكن في خطتنا إن شاء الله أن نتلافى هذا القصور بحسب الإمكانيات المتاحة. لدى الجامعة أيضا أرضية في الروضة، نعم، مساحتها كيلو في كيلو، ما شاء الله. قد بدأ فيها دراسة التربة والرفع المساحي، وبدأ فيها عمل السور، تعثر قليلا عمل السور، لكن إن شاء الله يعود للعمل بإذن الله، ونتصور الأرضية ونبدأ ننطلق، وقريبا إن شاء الله ننطلق إلى أن نبدأ ننشئ البنية التحتية لكل كلية في أرضية الجامعة الجديدة إن شاء الله. ما شاء الله، بإذن الله قريبا نراها المشروع يتنفذ إن شاء الله. موفق يا دكتور، شغلناك في عملك، أشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيف عزيز في برنامجنا هنا مأرب، نلقاك إن شاء الله مرات قادمة. إذا شاعت شي كلمة تحب توجهها للجمهور تفضل. بالعكس، نحن سعداء جدا بزيارتكم، ومن خلالكم يعني نشد على أيدي أبنائنا الطلبة الملتحقين في جامعة إقليم سبا بأن يجتهدوا في تحصيل العلم، ونعيدهم إن شاء الله أننا نواكب يعني طموحاتهم في فتح التخصصات العلمية إن شاء الله تعالى بحسب احتياجات السوق العمل إن شاء الله. ونحن لنا رؤيتنا في الجامعة أننا ننشئ مدينة جامعية مكتملة بإذن الله إن شاء الله. من خلال لكم أيضا في قناتكم وهذا البرنامج، نقدم شكرنا وتقديرنا لقيادة الدولة ممثلة برئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك لدعمهم المستمر لجامعة إقليم سبا، وأيضا لقيادة السلطة المحلية وفي مقدمتهم الأخ اللواء سلطان بن علي العرادة، الذي أقولها دوما ليس من باب المجاملة، وإنما من باب يعني كما يقال وضع النقاط على الحروف، أن هذا الرجل هو نعتبره رائد التعليم العالي في محافظة مأرب، فله بصماته الكبيرة في يعني جامعة إقليم سبا. ألف شكر يا دكتور، شكرا جزيلا، وصلنا طبعا ختام حلقتنا. شكرا لكم أيضا مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، ألقاكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم هنا مأرب. حتى ذلك من الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرعنا الحب والألفة جانينا، هنا مأرب، هنا هنا مأرب، هنا مأرب بنيناها عمرنا، هنا جيشك وامنك يا وطننا، هنا راية يمانية رافعنا، هنا الجمهورية فيها اجتمعنا، هنا مأرب، هنا هنا مأرب.